إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهلي، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد جعل الله تعالى للصبر الثواب الجزيل والأجر العظيم في آيات من الذكر الحكيم وأحاديث رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وجاء فضله في أثار الصحابة والتابعين، كما أن الشكر الذي هو نصيب الإيمان، فالإيمان نصفان، نصف صبر نصف شكر، ففضل الشكر لا يخفى، وهو مع الصبر كفرس الرهان وكجناحي الطائر. وقد كثرت الكتابات فيهما واستفاضت، ونحن معلمنا ابن قيم الجوزية الذي كتب في ذلك فأحسن، وجمع فأجاد، ونظر فحقق من خلال كتابه عدة الصبرين وذخيرة الشاكرين. قد انتهينا إخواني الكرام من مقدمات بين يدي الكتاب، وها نحن مع كلام الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله، والذي يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن. الحمد لله الصبور الشكور العلي الكبير السميع البصير العليم القدير. والله يا إخواني، العليم القدير. فيقول الحمد لله الصبور، والله يا إخواني، الحمد لله الصبور، يعني والله يا إخواني، فهنا بتكلم عن الصبور، ويتكلم عن الشكور يا إخواني. فالإمام ابن قيم عندما تكلم عن الصبور، فاسم الله عز وجل الصبور، فذكر الإمام رضي الله عنه الكلام على عن هذا الاسم، والله إخواني، قال في أسمائه الحسنى الصبور، وهو من أمثلة المبالغة، أبلغ من الصابر والصبار، وصبره تعالى يفارق صبر المخلوقين، صبره تعالى يفارق صبر المخلوقين، واضح إخواني، ولا يمثله من وجوه متعددة، منها أنه على قدرة تامة، ومنها أنه لا يخاف الغوث، والعبد إنما يستعجل الخوف الغوث، منها أنه لا يلحقه بصبره ألم ولا حزن، الله عز وجل، ولا نقص بوجه ما. وظهور أثر هذا الاسم في العالم مشهود بالعيان كظهور اسم الحليم. والفرق بين الصبر والحلم أن الصبر إخواني، الصبر ثمرة الحلم وموجبه،
فعلى قدر حلم العبد يكون صبره، فالحلم في صفات الرب تعالى أوسع من الصبر. ولهذا جاء اسم الحليم في القرآن في غير موضع، ولسعته يقرنه سبحانه باسم العليم بقوله وكان الله عليما حكيما. والله عليم حليم. وفي أثر أن حملة العرش أربعة، اثنان يقولان حملة العرش أربعة، حملة العرش أربعة، اثنان واضح إخواني واضح، اثنان يقولان سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، واثنان يقولان سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. فإن المخلوق يحلم عن جهل ويعفو عن عجز، والرب تعالى يحلم مع كمال علمه واضح ويعفو مع تمام قدرته. وما أضيف شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم، من حلم إلى إيه؟ من حلم إلى علم، ومن عفو إلى اقتدار. ولهذا كان في دعاء الكرب وصفه سبحانه بالحلم مع العظمة، وكونه حليما من لوازم ذاته سبحانه. وذكر هذا الكلام في كتاب عدة الصابرين الذي نحن بصدده. والدليل الدال على اسمه الصبور، أما الصبر فقد أطلقه عليه أعرف الخلق صلى الله عليه وسلم، وأعظمهم تنزيها له بصيغة المبالغة. ففي الصحيحين ففي الصحيحين من حديث الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن واضح سلمي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله جل وعلا، من الله عز وجل، يدعون له ولدا وهو يعافيهم ويرزقهم. هو الإمام البخاري في الأدب ومسلم في صفات المنافقين. وصبر الحق تبارك وتعالى على كفر العباد ومعاصيهم، على كفر العباد ومعاصيهم، على كفر العباد ومعاصيهم. قال الإمام رضي الله عنه وأما صبره سبحانه فمتعلق بكفر العباد وشركهم ومسبتهم له سبحانه وأنواع معاصيهم وفجورهم، فلا يزعجه ذلك كله إلى تعجيل العقوبة، بل يصبر على عبده، بل يصبر على عبده ويمهله ويستصلحه ويرفق به ويحلم عليه حتى لم يبقى فيه موضع للصنيعة، ولا يصلح على الإمهال والرفق والحلم، ولا ينيب إلى ربه ويدخل عليه، لا من باب الإحسان والنعم ولا من باب البلاء والنقم. أخذ عديد المقتدر بعد غاية الإعذار وبذل النصيحة ودعائه إليه من كل باب. وهذا كله من موجبات صفة حلمه، وهي صفة ذاتية له لا تذول. والله عز وجل أحق بالصبر من جميع الخلق، كما قال الإمام لو أن العباد أعطوا هذا الاسم حقه لعلموا أن الرب تعالى أحق به من جميع الخلق، كما هو أحق باسم العليم والرحيم، كما هو أحق باسم العليم والرحيم والقدير والسميع والبصير والحي وسير أسمائه الحسنى من المخلوقين.
وأن التفاوت يا إخواني الذي بين صبره سبحانه وصبرهم كالتفاوت الذي بين حياته وحياتهم، وعلمه وعلمهم، وسمعه وأسماعهم، وكذلك سائر صفاته. ولما علم ذلك أعرف خلقي بي، قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. فعلم أرباب البصائر بصبره سبحانه كعلمهم برحمته وعفوه وستره، مع أنه صبر مع كمال علم وقدرة، كمال علم وقدرة وعظمة وعزة، وصبر من أعظم مصبور عليه، فإن مقابلة أعظم العظماء وملك الملوك وأكرم الأكرمين ومن إحسانه فوق كل إحسان بغاية القبح وأعظم الفجور وأفحش الفواحش، ونسبته إلى كل ما يليق به لا يليق به، والقدح في كماله وأسمائه وصفاته والإلحاد في آياته وتكذيب رسله عليهم السلام ومقابلتهم بالسب والشتم والأذى وتحريق أوليائه وقتلهم وإهانتهم، أمر لا يصبر عليه إلا الصبور جل وعلا الذي لا أحد أصبر منه، ولا نسبة لصبر جميع الخلق من أولهم إلى آخرهم إلى صبره سبحانه وتعالى. وإذا أردت أي أخي الكريم، وإذا أردت وإذا أردت معرفة صبر الرب تعالى وحلمه والفرق بينهما، فتأمل قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وقال تعالى: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، على قراءة من فتح اللام، فأخبر وإن كان مكروهم لتذول منه الجبال، على قراءة من فتح اللام إخواني الكرام، على قراءة من فتح اللام، فأخبر سبحانه وتعالى أن حلمه، فأخبر سبحانه وتعالى فأخبر سبحانه وتعالى وني فأخبر سبحانه وتعالى أن حلمه ومغفرته يمنعان زوال السماوات والأرض، فالحلم وإمساكهما أن تزول هو الصبر، فبحلمه صبر على معالجة أعدائه. وفي الآية إشعار بأن السماوات والأرض تهم وتستأذن بالزوال العظم ما يأتي به العباد، فيمسكها بحلمه ومغفرته، وذلك حبس عقوبته عنهم، وهي حقيقة صبره تعالى. فالذي عنه الإمساك وصفة الحلم، والإمساك هو الصبر وحبس العقوبة. فرق بين حبس العقوبة وبين ما صدر عنه بحبسها. فتأمل، وفي مسند الإمام أحمد إخواني الكرام مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربها أن يغرق بني آدم. واضح. وهذا إخواني مقتضى الطبيعة، لأن كرة الماء تعلو كرة التراب بالطبع، ولكن أن الله يمسكه بقدرته وحلمه وصبره. وكذلك خرور الجبال وتفطير السماوات، واضح إخواني، وتفطير السماوات. الرب تعالى
يحبسها عن ذلك بصبره وحلمه، فإن ما يأتي به الكفار والمشركون والفجار في مقابلة العظمة والجلال والإكرام يقتضي ذلك. فجعل سبحانه في مقابلة هذه الأسباب أسبابا يحبها ويرضاها ويفرح بها، أكمل فرح وأتمه. تقابل تلك الأسباب التي هي سبب زوال العالم وخرابه، فدفعت تلك الأسباب وقاومتها، ولا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. قال الرب تعالى هو الصبور، بل لا أحد أصبر على أذى سمعه منه. وقد قيل إن الله سبحانه أوحى إلى داود: تخلق بإخلاقي فإن من أخلاقي أني أنا الصبور. والرب تعالى يحب أسماءه وصفاته، ويحب مقتضى صفاته وظهور أثرها في العبد، فإنه جميل يحب الجمال، عفو يحب أهل العفو، كريم يحب أهل الكرم، كريم يحب أهل الكرم، واضح إخواني، عليم يحب أهل العلم، ووتر يحب أهل الوتر، قوي والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، صبور يحب الصابرين، حب الصابرين، شكور يحب الشاكرين. وإذا كان سبحانه يحب المتصفين بأثار صفاته فهو معهم حسب نصيبهم من هذا الاتصاف. وكذلك يقول: من تعلق بصفات من صفات الرب أدخلته تلك الصفة على الله جل وعلا. من تعلق بصفة من صفات الرب تعالى أدخلته تلك الصفة على الله وأوصاته إليه، والرب تعالى هو الصبور. والرب تعالى إخواني هو الصبور، والرب تعالى هو إخواني والرب تعالى هو والرب تعالى هو الصبور. وهنا الإمام يقول يا إخواني الإمام يقول يعني الحمد لله الصبور، الحمد لله الصبور الشكور، الحمد لله الحمد لله الصبور الشكور. وتكلمنا عن الصبور يعني كاسم من أسمائه، واضح وصفة من صفاته يعني واضح. ثم نتكلم عن عن الشكور إخواني الكرام. والإمام رضي الله عنه يعلق على الشكور، فهو اسم من أسماء الله تعالى، الشكور والشاكر. فالشكور والشاكر من أسماء الله الحسنى، يعني واضح، من أسماء الله، من أسماء الله الحسنى. فالله سبحانه شكور يحب الشاكرين، يعني واضح. ونص على أن الشكور من أسمائه في قوله تعالى: الرؤوف الغفور الشكور الصبور الودود، يعني واضح. وقال أيضا: فأما تسميته سبحانه بالشكور فهو في حديث أبي هريرة، وفي القرآن تسميته شاكرا، قال تعالى: وكان الله شاكرا عليما. هذا إخواني. وتسميته أيضا شكور، قال تعالى: والله شكور حليم. وقال تعالى: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. والله تعالى يشكر عبده إذا أحسن، والله تعالى يشكر إخواني، والله تعالى إخواني يشكر، الله تعالى
يشكر عبده إذا أحسن طاعته ويغفر له إذا تاب عليه، فيجمع للعبد بين شكره لإحسانه ومغفرته لإساءته، إنه غفور شكور. والله شكور يحب الشاكرين، يعني واضح. والله والله شكور يا إخواني يحب الشاكرين، والله شكور، والله شكور يحب، والله شكور، والله شكور يحب الشاكرين، والله شكور يحب الشاكرين. ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة، كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر، كما أن أبغض خلقه إليه من اتصف من عطلها واتصف بضدها. وهذا شأن أسماء الحسنى، أسمائه الحسنى أحب خلقي إليه من اتصف بموجبها، وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادها، واضح. ولهذا يبغض الكفور والظالم والجاهل والقاسي القلب والبخيل والجبان والمهين واللئيم. وسبحانه جميل يحب الجمال، عليم يحب العلماء، رحيم يحب الراحمين، محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، جواد يحب أهل الجود، ستار يحب أهل الستر، قادر يلوم على العجز، والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف. إخواني من المؤمن الضعيف، يعني واضح. من المؤمن الضعيف عفو يحب العفو، وتر يحب الوتر، وكل ما يحبه فهو من أثار أسمائه وصفاته وموجبها، وكل ما يبغضه فهو مما يضادها وينافيها. إخواني الكرام، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين، اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم ونفذ كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم اكسو عاريهم واطعم جائعهم. اللهم ابدل خوفهم امنا، ارزقهم الامن والامانه في ديارهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم اجلد وطأتك على اليهود الصهاينه المجرمين والصليبيين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم الى نحورهم، واجعل الدائره تدور عليهم. اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين. اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا. اللهم انهم قد عثوا في الارض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الاعراض، فانزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، انزل عليهم صاعقه من السماء. اللهم لا ترفع لهم رايه ولا تحقق لهم غايه، اجعلهم عبره وايه، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارفع عن بلادنا وبلاد المسلمين الغلاء والوباء وسائر الأمراض، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واخذ الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين يا رب العالمين. أقول قولي هذا
واستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.